لو الحكايه فيها ان فيتو عملت ايه النهارده في الامتحان؟ لا كان صعب قوي ومنزلنا اسئله، منزلنا مبادئ اسئله ملهاش لازمه وحاجات ربنا. الامتحان يعني ايه؟ قول لي بقى الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان جاب لي المستوى التقريبي المتوسط يعني كان كمان شويه، هو بس في نقطه ولا حاجه بس مش طيب كان في اي اسئله غريبه في الامتحان؟ لا مفيش اي اسئله غريبه، هو سال هو قاله في الامتحان. يلا قابلت اي صعوبه في اللجنه؟ لا هو بيتعامل معانا كويس وقال يعني في الصوره اكتر مني، ممكن مشكله الشمس بس وخلاص كده. ايه مشكله الشمس؟ فيتو.